بسم الله، معكم عمر سليم. هنشوف تطبيق من تطبيقات البيم على التابلت اللي هو بيم اوبجكتس. ده ممكن احط مشروع عليه وابدا اتصفحه. تمام، ممكن اقول له مثلا انا عايز اوربت موديل. Backside building. اه دلوقتي بيفتح الموبايل. بدل ما ابعت للعميل المشروع ريفيت ممكن ياخد المشروع ما يبعتليش فلوس، لا انا ممكن ابعت له الموديل بالشكل دوت هو يشوفه، لو دفع الفلوس نبعت له بقى الشغل كله. تمام، ووك اراوند بالشكل دوت. هو يبدأ يلف في قلب المكان زي ما هو عايز. هل هو ده النظام اللي عايزه ولا لأ؟ بدل ما ياخد الشغل وينفذه ويسكن فيه وفي الآخر يقولك لأ مش هو ده اللي أنا بفكر فيه، لأ أنت تديله المبنى كده وهو يبدأ يتصفح المكان. ممكن اشوف هل في حاجة عايز يعدلها، هل في مشاكل. تمام، الله ينور، ابعت الفلوس بقى يا عم علي.